5, 4, 3, 2, 1. بقالنا فترة المطر ما عادش بينزل، هنعمل ايه؟ احنا لازم نمشي من هنا نروح حتة ثانية، بس يا ريت يكون فيها اكل ومية عشان نقدر نعيش. يبقى نمشي كلنا مع بعض، ما نمشيش لوحدنا ليه يا حاج؟ عشان نقدر نواجه الحيوانات المفترسه لو قابلت. ما تنسوش يا جماعه تاخدوا حاجه تاكلوها في الطريق. عامل حسابي يا برين، انا معايا جاب تفاحه لسه ما كلتهمش. يلا الحق يا جماعه، تلاقيت ميه، تعالوا بسرعه تعالوا شوفوها. ياه اخيرا. طب واحنا هنعيش هنا ازاي؟ ما دام في ميه يبقى كل حاجه ممكن نعملها. احنا ممكن نعمل بيت من الطين هنا. يلا بينا. انا جوعت قوي، فين التفاح؟ اتفضلي يا ست. احنا لازم نعمل حاجه نحط فيها بيت التفاح اللي معانا. احنا لما عملنا البيت لما عملناه من الطين ونشف بقى قوي. ايوه خلاص، يبقى نعمل اطباق من الطين ونسيبها تنشف. دي فكره حلوه قوي. الحق الحق الحق، انت بصي احنا عملنا ايه. اسمعوا بس، انا لقيت حامي واقف قدام وحش مرعب ومش خايف. طب ادخله بسرعه. يا حامي يا حامي، الوحش اللي احنا سمعناها دي، ده حيوان مستأنسته ممكن يساعدنا في حل حاجات كتير قوي. ايه الشيء الكبير اللي هناك ده؟ مش عارفه يا ترى ايه اللي جابوه هنا. انا افتكرت حاجه، انا اكلت التفاحه ورميت البذره في الحته دي. يعني احنا لو رمينا بذره يطلع مكانها شجره؟ ايوه اعتقد ان الشجره ممكن تاخد وقت قوي عشان. طب ما دام كده مستقر هنا. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. 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 I'm all about that bass, about that bass. Cause you know I'm all about that bass, about that bass, about that bass, about that bass.